الأظافر الصحية هدف يسعى الكثيرون إليه، وبالرغم من هذا لا يعتني كثيرون بها دائما، وتشير التقديرات إلى معاناة الملايين حول العالم من الإصابة بفطريات الأظافر، وكثيرون لا يعرفون بإصابتهم، فيما تخفي بعض النساء أي خلل في لون الأظافر بطلائها. الخطر في هذه الفطريات أنها تتغذى على الكيراتين، وهي المادة القرنية التي يتكون منها الظفر، والفطريات حين تصيب الأظافر لا تذهب من تلقاء نفسها، وبالتالي لا بد من معالجتها للتخلص منها. فطر الأظافر حالة شائعة تبدأ ببقعة بيضاء أو صفراء تحت طرف ظفر اليد أو ظفر إصبع القدم، وكلما تعمقت عدوى الفطريات كلما تسببت في تلون الظفر ويصبح سميكا ويتفتت الطرف. كما يمكن أن تصيب العدوى عدة أظافر في حال كانت متشققة أو من خلال الجروح في الجلد، كما قد تترافق مع الألم في بعض الأحيان. بعاني من زمان من فطريات الأظافر. أنا رحت عند دكتور جلدية معروف ومحترم، عرف الحالة أنه أنت معك فطريات الأظافر. هو كان عصبي شوي الدكتور، ما بياخذ وبيعطي. الفطريات بيجوا من أدوات التنظيف كل النساء بيستعملوهم. قلت له بس أنا ما بستعمل أدوات تنظيف، ليكون بمعلومك أنا بستعمل مي وخل كربوني. شو قال لي؟ من الخضار اللي بتجيبيهم، الخضار بيكون بقلبهم بكتيريا، البكتيريا بتتغلغل من جوا الظفر، وأنت ما بتستعملي كفوف، وأنت لقطي هاي الشغلة وصار معك فطريات الأظافر. قال العمل بتجيبي، رح أوصف لك كريم، ومثل النقط على كل ظفر بتحطي نقطة، منخلص مندهنهم الكريم. بعد الكريم بتجيبي كف قطن وفوقه كف ثاني، وممنوع منعا باتا تقربي على المي، المي بتحب الفطريات، يعني تصور انت تخنق ايديك وما تدقر المي. هاي شغله قديمه معي شخصها وعشت فيها للحاله. اهلا وسهلا فيكي مدام رندا. يا هلا. خبريني شو المشكله اللي عند حضرتك؟ ضفيري عليهم خطوط ومنظرهم ما عم يعجبني. من شو؟ من امتى بلشت هاي المشكله؟ هاي شغله قديمه. سنوات طويله. تمام. اوكي. سنوات. في يا ترى اي الم عم يصير عندك؟ لا. ما في ألم؟ لا 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 لا. في بتحسي انه بيطلع منهم ريحة بشعة؟ لا. بيفتتوا بيتكسروا؟ لا لا. بس موضوع تغير منظر فقط؟ تغير المنظر وبتحسهم مثل الخشب. هل سبق وقدمتي لهم أي علاج؟ شفتي أطباء أو عالجتيهم؟ إيه. من زمان رحت عند دكتور وقال لي إنه معك فطريات. اسمحي لنا نفحص؟ إيه. أوكي. ليش لا؟ تفضلي. نعم، أي الأظافر اللي كنتي تشكي منها أكثر شيء؟ بالنسبة للإبهامين، هلا أنا بحب خبرك شغلي إنه أظافرك طبيعية تماماً، ما في عندك أي نوع من الفطريات، المشكلة الموجودة على حضرتك واللي عم تشكي منها هي تغير فيزيولوجي طبيعي ممكن يصيب الأظافر مع العمر أو لأسباب وراثية، فأنت أظافرك تعتبر سليمة، هذا تغير بالمنظر ولكن ليس مرض. بس حتى نحسم التشخيص 100% حتى نكون علميين، انا راح اخذ لك تحليل نبعته على المخبر، هو بيعطينا النتيجه المضبوطه 100%. اوكي؟ اوكي. اوكي، بهالبساطه. دكتور معقوله ما يطلع معي فطريات؟ معقوله كل هالعمر؟ معقوله، هلا نحن كثير عندنا مناظر الامراض مخاتله بتخدع، وكثير امراض شبه بعضها، فاحيانا الخطا وارد. بدك يعني طبيب هو اللي يقدر يقرر، واحيانا نستعين بشويه تحاليل مخبريه لنجزم بالتشخيص، بس انا بقول لك من الفحص السريري الاصابه عندك ما انا اصابه مرضيه، هو تغير فيزيولوجي بصيب الاظافر مع العمر. الحمد لله، يعني هلا انت لازم نفسيتك ترتاح، انا عرفت انه ما عندك فطور وانه حترجع تعيش حياتك بشكل طبيعي بدون اي قيود على نشاطك اليومي. يس.
اهلا وسهلا فيك دكتور سهيل ببرنامج صحتك، وشكرا كثير على وقتك وعلى المعلومات اللي رح تعطينا اياها، اكيد قيمه. بدايه دكتور، مدام رندا اثناء التشخيص تبين معك انه هي ما معها فطور، لماذا يحدث في كثير من الاحيان سوء بالتشخيص او خطا بالتشخيص بين الفطريات وبين غيرها؟ اوكي، هلا اول شغله انا بحب اقولها انه ليس كل تغير بشكل الظفر هو مرض، وليس اي مرض يصيب الاظافر هو فطريات. في عنا كتير شغلات بتأثر على الأظافر، ممكن تعطينا تغير باللون أو تغير بالشكل، والفطريات هي جزء بسيط منها. شو أسباب ظهور فطريات الأظافر عموما؟ هلأ الفطريات هي مخلوق انتهازي، دائما حتى يطلع بالأظافر بده يكون في عنا شروط مناسبة. الشرط الأول هو الرطوبة عادة، والشرط الثاني بدنا فوهة الدخول، يعني ممكن تكون فوهة الدخول هو رض أو كسر، أذية تعرض للظفر، أو أحيانا بيكون استعمال أدوات ملوثة، ممكن الشغلات اللي تستعمل بالصالونات التجميل عادة. في عنا أمراض كتير بتسهل حدوث الأظافر، مثلا داء السكري معروف عنه، في عنا أمراض بتصيب الأوعية الدموية بتقلل التروية بالأصابع مثلا، وطبعا اللي بياخد علاجات كيماوية مثل أدوية سرطانية لأنها أيضا بتضعف المناعة. وحكينا بالأول أن الفطر هو مخلوق انتهازي بيستغل هذا الضعف المناعي وبيستعمر الأظافر. طيب دكتور، بنرجع على مدام رندا، بتذكر ركزت على التعرجات الموجودة أو الخطوط حقيقة، وقلت أنه خطوط طولية وليس عرضية، بس ممكن تفسر لنا اكثر الفارق؟ هلا نحن في عندنا قاعده عامه هي ما انا 100%، بس احنا دائما الامراض بتعمل لي خطوط بالعرض، وشغلات غيرات فيزيولوجيه او وراثيه بتعمل لي خطوط بالطول. طبعا ما انا قاعده مطلقه، بس هلا مثل ما شفتي عندها هي الموضوع عباره عن خطوط طولانيه مع لون باهت مع خشونه بالاظافر، هي تعكس دائما موضوعين، الوراثي بالدرجه الاولى والتقدم بالعمر، تغيرات فيزيولوجيه مع التقدم بالعمر بالدرجه الثانيه. طيب دكتور، والفطر تبع الاظافر هو يظهر تحت الظفر صح؟ وبيخلي في كثير من الاحيان يسبب او بيكون نتيجه له انخلاع الظفر. طيب لا، خلينا احنا نميز، في عندنا نوعين فطور. نعم. النوع الاول بصيب الصفيحه الظفريه بالضبط، والنوع الثاني اللي بصيب ما حول الاظفر، طي ما حول الاظفر. هلا اللي بصيب الاظفر بحد ذاته طبعا هذا ما بيسبب الم، لانه نحن الصفيحه الظفريه ما فيها تعصيب. هلا النوع الثاني هو التهاب ما حول الاظفر او الطي الظفري بسموه، هذا بالدرجه الاولى بينتج عنه رطوبه، نوع من الخمائر. هذا بيكون عفوا كمان التهاب فطري؟ وقتها هون بصير في عندي احمرار، بصير في عندي شويه تورم، وبصير في عندي ايلام بالدرجه الاولى، وبيعطيني لون مميز بنسميه اللون الزنجاري، مثل لون الزنجار بصير نحاس لونه اخضر، هذا ايضا بيكون مميز لهي الاصابه. ايضا دكتور، كنا نسمع نحن وصغار انه الظفر وقت ينصاب، عم بحكي على الصفيحه الظفريه، كان ينصح انه ينحط اليود، هل هذا خطا شائع ام صحيح ام لا؟ لا هلا بوقتها كان خيار صحيح، ما كان عندهم خيارات علاجيه كثير، هلا الطب تطور كثير، هلا احنا في عندنا مضادات فطور فمويه غير الموضعيه، وهلا ايضا في عندنا علاج بالليزر، انت صار في عندك عن طريق جلستين بالليزر بتقضي على الاصابه الفطريه تماما بالظفر. دكتور، الاصابه بالفطريات أو خلينا نقول ردة فعل الجهاز المناعي وبالتالي النتائج التي تحدث للجسم، هل لها علاقة بالوراثة؟ لا لا، خلينا نقول انه هي لحالها ما بتشتغل، يعني انت بده يجيك عوامل التغذيه، عوامل قديش تعرض هذا الفطر الظفر لردود اثناء حياه الانسان، البيئه اللي هو عايش فيها، يعني بده يركب عندي كثير عوامل، حالته المناعيه، حالته النفسية أيضا بتلعب دور، لأنه هي المناعة أصلا مرتبطة بالجهاز المناعي. فإذا بنحكي الوراثة فهي جزء من كتير عوامل كلها تبدأ تلعب دور مع بعض حتى نوصل للنتيجة. التغذية دكتور أو نقص معادن معينة أو فيتامينات معينة دور في ظهور الفطريات؟ أكيد أكيد، هي جزء ضروري بعلاج الأظافر. هلأ مو كفطريات نحن عم نحكي بشكل عام، بس نحن بيراجعنا سيدات كثير، بس نحن نعم بيراجعونا بقصة هشاشة أظافر، لأنه الأظافر بتتكسر كثير. لا بس نحن دكتور خلينا نركز على الفطريات، هل ظهورها ربما يوجه الطبيب إلى وجود أمراض جهازية أخرى؟ أكيد أكيد، أهم شغلة إحنا ندور عليها هي داء السكري، تمام؟ بندور على الأمراض الوعائية اللي بتكون مخبية وراء الموضوع، بندور على نقص التغذية، دائما الإنسان بيتغذى مليح بيقاوم الأمراض أكثر من الإنسان اللي تغذيته سيئة. دكتور، الفطور تظهر عند البالغين أكثر من الأطفال، صحيح؟ أكيد، أول شيء الأظافر عند الكبار بتتعرض لعوامل كثير ما بيتعرضوا لها الأطفال، طبيعي بسبب العمل، بسبب الرطوبة، الغسيل، القصص هي كلياتها، والشغلة الثانية بيبقى الكبير بيتعرض لأمراض أخرى ما بيتعرضوا لها الأطفال. مناعة الطفل ربما تكون أقوى في فترة من الفترات. خلينا نقول أكيد، وسرعة الاندماج له شفاء عنده، إذا تعرض لرض أو معين ظفر بيندمج بشكل أسرع وأفضل. طيب دكتور، في شي نصائح معينة خصوصا للأشخاص اللي بينصابوا كتير بفطريات الأظافر؟
بنصحهم اساسا هن انه يراجعوا الطبيب، لان الغالبيه بيقيم انه عنده فطور، بيراجع الصيدلي، بصير يعالج عدم يكون فعلا متاكد انه هي اصابه فطريه او لا. دكتور، تشخيصكم لفطريات الاظافر هل يكون اعتمادا على المظهر فقط ام ان هناك اختبارات ثانيه تلجؤوا لها للتاكد انه هذا الشخص مصاب بالفطر ام لا؟ تمام، اول شيء بحب نوه انا انه في كثير امراض بتصيب الاظافر بتعطي نظره بشابه الفطر تماما. الاشياء والاهم هذا ممكن يسبب سوء تشخيص. ايضا اكيد. نعم. في عندنا مثلا الصدفيه بتعطي منظر بالاظافر احيانا يصعب تفرقيه تماما عن الفطريات. في عندنا مرض الحزاز المنبسط، في عندنا الثعلبي، فنحن احيانا ممكن يصير في التباس بالتشخيص، نلجا للوسائل المخبريه. في عندنا شيء اسمه تحري مباشر، تحليل مخبري بسيط ممكن يصير. احيانا نلجا للزرع، نحن بنزرع الاظفر، بناخذ جزء مصاب وبنزرعه لنحدد مو بس اذا فطر او لا، نحدد حتى نوع الفطر اللي صاب الظفر. تمام، شكرا كثير دكتور على كل هذه المعلومات. يمكن أن تظهر التهابات الأظافر الفطرية لدى الأشخاص في أي عمر، ولكنها أكثر شيوعاً لدى البالغين الأكبر سناً، ومع تقدم عمر الأظافر يمكن أن تصبح هشة وجافة، وتتسبب الشقوق الموجودة في الأظافر في دخول الفطريات. العوامل الأخرى مثل هبوط الدورة الدموية في القدم وضعف جهاز المناعة قد تلعب دوراً كذلك. أعراض الإصابة بفطريات الأظافر: سماكة أحد الأظافر، تغيير منظر الظفر، تكسر الأظافر المصابة على نحو أسهل، تحول لونها إلى الأصفر أحياناً، ظهور بقع بيضاء على الظفر، يصبح الظفر غير متين وقد ينفصل عن موقعه الأصلي، خروج رائحة من الأظافر. يمكن أن تحصل عدوى فطريات الأظافر من الفطريات الموجودة في المناطق الرطبة مثل قاعات الرياضة وغرف الاستحمام وأحواض السباحة، كما تحدث معظم التهابات الأظافر الفطرية بسبب مجموعة من الفطريات تسمى الفطريات الجلدية. وعادة ما تدخل الفطريات التي تسبب التهاب الظفر إلى منطقة الظفر من خلال شق في الظفر أو جرح صغير في الجلد، ويمكن علاج فطريات الأظافر بمجموعة من الأدوية. مضادات الفطريات الفموية غالبا ما تمثل العقاقير المذكورة الخيار الأول، لأنها تساعد على الشفاء من العدوى بصورة أسرع من العقاقير الموضعية. طلاء الأظافر الطبي: يتم مسح الطبقات المتراكمة وتنظيف الأظافر بالكحول ووضع الطلاء، وربما تستدعي الحاجة استخدام هذا النوع من طلاء الأظافر بصورة يومية لمدة عام تقريبا. مرهم الأظافر الطبي: يتم فركه على الأظافر المصابة بعد امتصاصه، وربما تحقق الكريمات المذكورة نتائج أفضل في حال ترقيق الأظافر في البداية. الإجراءات الجراحية: قد يقترح الطبيب إزالة مؤقتة لظفرك حتى يتمكن من وضع الدواء المضاد للفطريات مباشرة على موضع الالتهاب تحت الظفر. فطريات الأظافر من الأمراض التي يتحكم فيها نمط الحياة والحركة، إذ يستحسن تجنب الرطوبة وتجفيف القدم والتهوية باستمرار وتغيير الجوارب. فطريات الأظافر من الأمراض المعدية حال استخدام الأدوات ذاتها.